اربع امور هيحصلوا لك او هيحصل لك حاجه منهم لو انت شفت الثعبان او الثعابين في المنام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه دايما يا رب. في فيديو النهارده باذن الله انا هكلمك على اربع امور هيحصلوا لك او هيحصل لك حاجه منهم لو انت رايت الثعبان او الثعابين في المنام. طبعا الثعبان في المنام يا جماعه من المنامات اللي احنا دايما يعني كتير من الناس بيحلموها، والحلم ده بيشغل بالهم وبيقولوا يا ترى ايه معنى ان انا اشوف ثعبان في المنام؟ ايه معنى ان انا اشوف تعبان بيلدغني في المنام او تعبان بيهاجمني او ان انا قضيت على تعبان في المنام؟ فهبدا لكم ان شاء الله في ذكر تفاصيل هذا المنام واربع امور باذن الله هيحصل لك لو انت شفت الثعبان في المنام. اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوه في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا احبابي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والتفسير ان شاء الله. اول امر هيحصل لك باذن الله لو انت رايت الثعبان في المنام هو ان انت المنام ده بيحذرك من عدو، وهذا العدو لو انت رايت الثعبان لونه اخضر في المنام فهذا المنام يدل على عدو منافق قريب منك. يعني لو انت شفت الثعبان بيهاجمك في المنام وكان لونه اخضر فهذا المنام بيدل على ان في عدو قريب منك ومنافق بينافقك ولكن بيدبر لك امر في الخفاء او بيدبر لك امر سوء، يعني بيحاول يوقعك في مكيدة. اما لو انت رأيت اي تعبان تاني وهذا الثعبان كان بيهاجمك وانت ما قدرتش تقضي عليه وقدرت ان انت تتخلص منه فزي ما قلت لك المنام ده بيدل على عدو، وهذا العدو بيحاول ان هو يأذيك او بيتكلم عنك بالسوء. اما تاني امر هيحصل لك لو انت رأيت الثعابين او الثعبان في المنام، وهذا المنام مبشر جدا، وهو لو انت شفت نفسك ان انت بتقضي على ثعابين، ان شفت ثعبان امامك وقدرت ان انت تتخلص منه او قدرت ان انت تبعده او قدرت ان انت تقضي عليه، فرؤية الثعبان او الثعابين وانت ونجحت ان انت قضيت عليهم فهذا المنام بيدل على ان انت هتتخلص على كل مشاكلك وهتتخلص على كل همومك وهتنتصر على كل اعدائك مهما كانوا، حتى لو كانت مشاكلك او اعدائك اقوى منك بكتير. لو انت شفت القضاء على الثعابين فالمنام ده بيدل بشكل قاطع ان انت هتقضي او هتتخلص من اعدائك بالكامل ان شاء الله. اما ثالث امر هيحصل لك لو انت رايت الثعبان في المنام هو ان في مشاكل او في هموم او في اعداء بيتربصوا بالمنزل بتاعك او بيتربصوا بشخص من المنزل او بيوص هيحاولوا يدخلوا منزلك، وهو لو انت شفت تعبان او ثعبانين او كثير من الثعابين في منزلك. لو انت رأيت كثير من الثعابين بأي لون في المنزل بتاعك فهذا المنام بيدل على بعض المشاكل والهموم اللي موجودة في المنزل، او قد يدخل هذا المنزل لصوص، فاحذر جدا لو انت شفت المنام ده في منزلك خاصة الثعابين في المنزل. اما اخر امر يا جماعة، وعلى فكرة التفسير ده الناس هتتعجب منه بس هو التفسير الصحيح، وهو بقى لو انا حلمت يا عبد الله ان في ثعبان قام بلدغي في يدي، يعني حلمت ان في ثعبان قرصك او لدغك في اليد، في يدك ثعبان قرصك في يدك، لو انت شفت رؤية الثعبان لدغك في يدك فهذا المنام يدل على انك ستحصل على كثير من المال لا يعلم عدد هذا المال او عدد هذا الرزق الا الله، يعني هيوصل لك مال كتير جدا بشكل لا تتخيله ولا تتخيل ان الفلوس دي كلها او المال ده كله ممكن يجيلك. ده في حالة لو انت شفت الثعبان او مجموعة ثعابين قام بلدغك في يدك، لو انت شفت الثعبان لدغك في يدك فابشر لان بنسبة كبيرة ان شاء الله هيجي لك فلوس كتير جدا انت مش هتبقى عارف عددها، يعني مش هتبقى عارف عدد الفلوس اللي معاك. فبكده يكون الفيديو خلص وبكده يكون التفسير خلص. اتمنى لو التفسير عجبكم تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، ولو عندك حلم بالثعبان تاني غير التفسيرات اللي احنا ذكرناها اكتب في التعليقات ان شاء الله ارد عليك. وبس كده يكون الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.